خلينا نشوف الطاقة تبعت برج القوس كيف حتكون شو مركز تفكيرهم هاي الفترة محور تفكيرهم أفعالهم الطاقة بشكل عام لبرج القوس برج القوس من الأبراج الناجحة جدا بالحياة اه طلع لك نفس الكرت اللي قبل شوي رح يكون شهر عاطفي بامتياز خلينا نقول ممكن يدخل شخص جديد لحياتك يسرق لك قلبك او في معجب معين له فتره عم بيحاول معك انت عم تعطيه الفرصه هاي الفتره ممكن يكون هذا الشخص اصلا قديم ويرجع يقدم لك كاس الحب من جديد فرح تكون اهتماماتك اكثر شيء هاي الفتره في الامور العاطفيه او طاقتك رح تكون مركزه على الامور العاطفيه خلينا نشوف اذا بهاي الفتره شو ممكن الورق يكون مخبي لنا لبرج القوس ان شاء الله تكون ورق ايجابي نبرج القوس بيستاهلوا كل الأبراج بتستاهل طبعا اه واو. في قرار يا برج القوس. لكن كتير مأجله. بتوقع انه على الصعيد العملي وحتى ممكن يكون على الصعيد العاطفي. ولكن راح تاخده في هاي الفترة. خليني اذكر الطاقات قبل ما انسى. في عنا برج الاسد. برج التور برج الحمل. ممكن يكون ميزان هذا البرج كمان في عندك هوائية طاقات هوائية طاقات هوائية كتيرة في عندك أكتر اشي وفي ترابية في مائية ف هذا بشكل عام القراءة ممكن تكون عكسية حبايبي إذا كانت عاطفية وهي عامة بالعموم يعني ممكن تنطبق عليك وممكن ما تنطبق عليك فعادي جدا هاي مو قراءة خاصة قراءة عامة شايفتلك أمنت لشخص يعني كتير 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 بالفترة الماضية وهذا الشخص ما كان قد الثقة هذا الشخص خلينا نقول مش غدر فيك، لا ما كان قد الثقة، مش لهالدرجة إنه غدر فيك يعني ما بتوقع إنه غدر، ولكن ما كان قد هاي الـ الـ الطموحات اللي أنت كنت بانيها عليه. شايفك من بعد ما أعطيته كثير أهمية وكثير كذا، شايفك لا أخذت خطوة لورا بعد هيك أو عم تاخذ خطوة لوراه عم بتراقب الامور من بعيد وهذا اشي كتير عقلاني اشي كتير ممتاز عم بتقيم الامور بعيدا عن القلب والعواطف عم بتكون بتشغل قلبك وعقلك هاي الفترة مع بعض عم بشوف احيانا بتكون عندك طاقات سلبية مثل الحسد عم بتكون العين عليك كتير يا برج القوس انت بتراقبه والله وهو بيراقبك في شخص ممكن يكون في العمل او في العاطفه انت بتراقبه وهو بيراقبك انت بتهتم لشانه هو بيهتم لشانك في مراقبه ما بين المواضيع في محكمه معينه رح تكون النتيجه فيها لصالحك انت اكثر شايفك في عندك كارما او في عندك انتصار من بعد معركه مع هذا الشخص هذا الشخص ممكن يكون في العمل وممكن يكون في العاطفه شايفيت لك انه راح يكون في رجوع لحق رجوع حق لإلك من بعد هاي المخاصمة او من بعد ما تاخذ في حق منك في عندك كمان غير موضوع الكارما في عندك رزقه معينه جايه من من شغل جديد من مشروع جديد ممكن تكون ممكن تكون من نفس العمل اللي انت فيه لان شايفيتك عم بتركز شوي كمان على الماده هاي الفتره عم بتحاول تحوش عم بتحاول بدك اما تشتري مسكن اما تعمل شيء مفيد اكثر عم بتحاول توازن ما بين العاطفه والعمل من بعد فتره ما كنت كتير عم تهتم بالعاطفه اكثر من العمل عم بشوفك كتير عم تتوازن بين الامور بتوازن بينها شايفين لك في شخصين او ثلاث عم بينقولوا لك كلام مش مزبوط عم بيحكوا لك شغلات مش مزبوطة او هم عم بيحسدوك يمكن او عم بيحكوا عليك كمان بشكل مش مزبوط ممكن يكونوا من ابراج هوائية او ترابية فكون حذر من هدول الاشخاص كمان هذا الكرت ممكن اشوفه انا عاطفي خاصة انه هذا اجي فوقه في شخص برأبك في شخص بحبك كتير ولكن ما عم بيظهر هذا الموضوع ولكن قريبا رح يجي ويقدم لك كاس الحب خلينا نقول او العواطف اللي كنت استناها منه ولكن وقتها رح تكون انت شوي مسكر قلبك شوي شوي يمكن ترفض هذا الموضوع انا حاسة مش عارفة حسيتك مش مرتاح لهذا الشخص او لرجوع هذا الشخص او لوجوده حتى في حياتك خلينا نمسح كمان على العاطفة شفت كمان بالورق في سفر في سفرات مش سفر لبرج القوس ف... وفي نجاح على الصعيد العملي الدراسة أكثر إشي في نتائج حلوة بالدراسة لبرج العقرب لبرج القوس آسفة واو في اول فتره ممكن تكون شوي حزين ممكن شوي تكون اوه شهر عاطفي بامتياز شو طلعلك طلع لك توف كابس و لفرز يعني احلى من هيك وراء ما بتوقع انه يجي عم بيكون في اكثر خلينا نقول مشاعر بتزداد قوه بينك وبين الشريك في امور ما كنت تعرفها هو راح يصارحك فيها مش انه كان يخفيها ولكن كان مستحيل يمكن يحكي لك اياها او كذا ما بس الشمس راح تشرق على علاقتكم شايفيتك منتصر في هذا الموضوع وكانه مش انت اللي اللي رح تعمل الاكشنز مش انت اللي رح تشتغل من بعد ما اشتغلت كثير على هاي العلاقه خلاص تعبت ووقفت فشايفه انه الطرف الثاني هو اللي رح يشتغل على الموضوع اكثر شايفه في طرف ثالث عم بتفرج من بعيد لكن مش عاجبه الموضوع والسعاده اللي بيناتكم فشايفيتك ببدايه الفتره شوي كنت مكتئب ولكن على مر يعني مع الوقت في هذا الشهر اللي ذكرناه هاي الفترة عم تتحسن الأمور النفسية عم بتحس إنك متملك الشريك وفعلا رح يكون بين إيديك وهذا الكرت ممكن يكون على فكرة مشكلة عندك بالشاكرات أو مشكلة يعني طاقة سلبية ممكن أنت تكون مش حاس عليها أو مش عارف أنه عندك طاقة سلبية ف يعني تشيك تستشفي اذا كان موجود هذا الموضوع عم بشوفك اذا منتصر في العلاقة العاطفية وفي بداية جديدة للعزاب بداية حلوة ممكن تكون من شخص برجه ترابي او ناري شخص عم بيقرب شوي شوي منكم فحلو إنه تعطوه فرصة هاي الفترة، شوف العقل الباطن لإلكم شو هاي الفترة رح تكونوا مركزين على شو، أكثر شي محور تفكيركم أو الأمور اللي شغله بالكم، آه. اكثر شيء الموضوع العاطفي شايفه انه راح يصير في مثل تلاحم بينك وبين هذا الشخص في هاي الفتره عم تحكي له شغلات ما كنت تحكي له اياها هو عم يحكي لك شغلات ما كان عم يحكي لك اياها فعم بشوف تقارب عم بشوف مثل اصلاح للموضوع مثل تطور فشي كتير عم بشوفه حلو هو عم بحاول يمتلكك من بعد ما خسرك او من بعد ما خاف انه يخسرك فكرت حلو شوف اذا فيش تحذيرات لبرج القوس هاي الفترة أو. زي ما قلت في عندك طاقات سلبية انت محتاج انه تنظفها بحالك ممكن تكون حسد عين سحر ما بعرف اي شيء بس شايفتك عم عم بتكون على خير هاي الموضوع هاي الفترة عم بتحاول وعم هاي المحاولات عم بتجيب نتيجة إيجابية فهذا التحذير كان بالنسبة لإلك نشوف في كارت شو ممكن يعطينا نصيحة أو اشارة أو أي شيء شايفتك عم تدخل الروحانيات اكثر عم بتطبق قانون الجذب يمكن عم تتعلم بهذا الفيلد عم بتكون بهاي الفتره بتحاول تكون بروفيشنال فيه او بتحاول تتعلم كتير كيف بيكون المديتيشن كيف بتكون قانون الجذب كيف الطاقه الكونيه بتشتغل فعم بشوفك بتفوت في هاي الامور الروحانيه كتير كتير كثير يا برج القوس وهي بالفعل رح يعني انت بحاجتها بالفعل هاي الأمور فأنا بشجعك على هذا الموضوع طبعاً والورق بشجعك Beginning a new cycle رح تبلش دورة جديدة دورة كلياتها خلينا نقول حيوية أخبار حلوة سايكل حلوة رح تنتهي يمكن من فترة الاكتئاب أو الأحزان أو التشالنجز اللي أجوك ورا بعض ورا بعض كلياتهم فبداية حلوة عم بقول في في بداية إما مع شخص معين أو بشكل عام بداية جديدة في حياتك كرت كتير حلو بيقول لك في احلام او شغلات او امنيات انت كنت عم تحلم فيها وعم تتحقق هاي الفتره بس المطلوب منك اللي هي الطاقه الايجابيه والتفاؤل